السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسيرنا اليوم عن رؤية شعر الوجه في المنام. أولا، ما تفسير رؤية شعر الوجه في المنام من العزباء؟ رؤية العزباء شعر الوجه في المنام تشير إلى أنها تمر بفترة صعبة وحالة نفسية سيئة، ورؤية العزباء ظهور شعر في وجهها في المنام تشير إلى أنها تجتهد من أجل تعتمد على نفسها حتى تخفف الحمل عن أهلها. ورؤية العزباء شعر وجهها وتشير أيضا على حالتها المليئة بالأسرار التي لا يعرفها أحد. رؤية المخطوبة شعر وجهها في المنام أمام خطيبها تشير الاجتهاد من أجل حياتها المستقبلية وبذل جهد من أجل أن تكون أفضل. ورؤية العزباء شعر الوجه قد تشير لأنها سوف تتزوج قريبا. ما تفسير رؤية شعر الوجه في المنام للمتزوجة؟ رؤية المتزوجة ظهور شعر وجهها في المنام تشير لأنها تمر بفترة صعبة مع زوجها بها الكثير من المشاكل والخلافات التي ممكن أن تنتهي بالطلاق. ورؤية المتزوجة الشعر في الوجه في المنام تشير إلى أنها امرأة صالحة ذات أخلاق حسنة وسمعة طيبة بين الناس. ورؤية المتزوجة شعر الوجه في المنام قد تشير إلى حب زوجها الشديد لها واجتهاده من أجل حياة أفضل لها ولأبنائها. ما تفسير رؤية شعر الوجه في المنام للحامل؟ رؤية الحامل شعر الوجه في المنام تشير إلى أنها تمر بفترة صعبة مع الكثير من المشاكل والأزمات. ورؤية الحامل شعر كثيف في وجهها تحاول إزالته في المنام تشير إلى فك كربها وإزاحة همها. ورؤية الحامل شعر كثير في الوجه في المنام تشير إلى أنها سوف تضع مولود ذكر، والله أعلم وأعلم. ورؤية الحامل إزالة شعر الوجه في المنام تشير إلى أنها ستمر بفترة حملها ستكون سهلة وخالية من أي متاعب أو ألم. وبكده يكون حلقتنا النهاردة خلصت. لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد معنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.